كتبدا القصة في نيويورك سنة 1974. هذا تاد سيفانا، هذا باه، وهذا خوه الكبير، وهما شادين الطريق لدار جداتو. واحد اللحظة بدات الطوموبيل كتمشي بالجهد. صاحبنا شاف هادشي تخلع، وباش غيزيد هي ما داش بزاف ديال الوقت حتى غبر خوه باه. ملي حبس الطوموبيل ونزل لقى راسو فواحد الكهف قديم، وهو كيتمشى فيه تلاقى واحد الشيباني شاد في يدو عصا، ومن خلال الشكل ديالو يبان بلي عنده شي قوة خارقة. سولو تاد شكون هو؟ قال لي الشيباني انا اخر واحد من مجلس الصحارة، كنت مكلف نحمي العالم من الخطايا السبع، ودابا فاش حسيت براسي شرفت كنقلب لما نعطي القوة ديالي باش يكمل حماية العالم في بلاصتي. تاد سيفانا سمع هادشي فرح بزاف. سولو كيفاش يقدر ياخذ القوة؟ قال لي الشيباني باش تاخذها خاصك تثبت باللي قلبك صافي وما غاديش تستعملها في الشر. وهو مازال كيقول لي هادشي بدا واحد التماثيل محبوسة فيهم شي قوة شريرة تيقولوا لي ما يكونش البطل، وهما غادي نعطيه القوة. موراها وراه واحد العين مشعة قالوا ليه ياخذها. صاحبنا شاف الشكل ديالها وحس بالقوة اللي خارجة منها تبهر، وهو قاصد يهز وقفو الشيباني قال لي بلي فشل في الاختبار، وفرمشت عين لقراسو في الطوموبيل مع خوه باه. البرهوش ما تقبلش فكرة يفشل، بدا كيغوت كيقلب كيفاش يرجع عند الشيباني. وباه وخوت يحاولوا يهدنوه، جابوه عبار مع واحد الطوموبيل وكتسمى ديك التشاخ. بام الضربة ديالو كانت خطيرة، وهو واقف عليه ضرب اللعبة ديالو فيها شي رموز، موراها مباشرة تكتبات فيها قلب علينا. في الكهف اللي فيه الشيباني غيبان بلي القوة الشريرة اللي في دوك التماثيل قريبة تتحرر، وخاصو يلقى الخليفة ديالو في أسرع وقت. طلاق القوة ديال البحث في دقة، وكل مرة كان تيجيب واحد يختابرو. دازو سنوات، هذا بالي تلف على مو فاش كان صغير، ومن ديك الساعة هو كيهرب من الخيرية باش يقلب عليها. استدعى جوج ديال الضباط على أساس وقع سرقة في هذا المحل، ومع دخلوا ليه يقلبوا طرق عليهم الباب وقصد الطوموبيل ديالهم يقلب على سمية مو في السيستم. كتب في الباس ديال الضابط ريتشل باتسون، خذ العناوين ديال كاع النساء اللي بهاد السمية وبدا التقليب. بقى قلب في هاد الدار، قلب في الدار الأخرى، ولكن والو. وهو خارج من الدار ديال واحد المرأة عندها نفس السمية ديال الموقف عليه الضابط البيضق، شدوا رجعوا عاوتاني للخيرية، وهاد المرة ما داش بزاف ديال الوقت حتى تبناتوا واحد العائلة. الأم سميتها روزا والأب فيكتور، وهو داخل معاهم للدار تلقى بزاف ديال الوليدات وغيكونوا كاملين بالتبني. عرفوا على خوتو، وراه البيت ديالو لا يعيش فيه من هنا للفوق، والنهار الآخر نشوفوه داخل المدرسة. نمشيو لواحد الشركة ديال الأبحاث العلمية، في ديك الشركة غنشوفو وحدة كتعاود الدكتورة على واحد التجربة وقعت ليها. كتقول بلي كانت في دارها حتى لواحد اللحظة خرج واحد الضو في الشكل ولقات راسها في كهف فيه ساحر، وهاد التجربة اللي كدوي عليها غتكون هي نفسها اللي وقعت لتاد سيفانا. والدكتورة مازال كتهضر معاها، دخل واحد القرع سول على شي رموز، قالت لي البنت ما شافت حتى شي رموز، ولكن وهي كتوريهم الفيديو ديال اللحظة اللي وقع فيها البلان ضرب القرع على شي رموز في المنبه ديالها وغيبان في حال اكتشف شي حاجة. مع شاف هادشي طار الغرفة ديالو كتف واحد الباب دوك الرموز اللي شاف في المنبه، والدكتورة كتسولو اش كيحاول يدير. بالغلط حطات يدها على داك الباب وهي تعقدهم، دفع القرع على الباب دخل ليه، وهنا غنكتشفوا بلي داك الباب كيوصل الكهف اللي فيه الشيباني. الشيباني ضرب عليه تصدم، وهنا غنعرفوا بلي هاد القرع هو تاد سيفانا اللي كنختبروا الشيباني وهو صغير. داك البلان ديال الفشل في الاختبار ما تصرتش ليه، ومن ديك الساعة هو تيقلب كيفاش يرجع للكهف عاوتاني. قال لي الشيباني غير عذبتي راسك على والو، ما غاديش نعطيك ديك القوة حيت ما تستاهلهاش. رد عليه القرع بلي ما جاش على قبل القوة ديالو، بل اللي جابو لهنا هي القوة الشريرة اللي محبوسة في التماثيل. مع قال هادشي مشى كيجري خد العين المشعة، وهنا تحطمو كاع التماثيل وخرجت القوة الشريرة اللي فيهم دخلت الجسم ديالو. حاول الشيباني يوقفو، قال لي بلي ديك القوة غتسيطر عليه، ولكن والو، جا فيه القرع لاحو وعلق من تما. نمشيو عند بالي، في العشية وهو خارج من المدرسة، ضرب على جوج مدورين خوه فريدي. صاحبنا في الأول سمح فيه وبقى غادي، ولكن مع سمعهم تيقولوا لي والديك غير مربينك رجع لحبهم. جا في الأول لوجع، عاوتاني للربح وراس المال، وعفاط. دوك البراهش ما كانوش ناويين يدوزوها ليه، بقى هو علاق هما تابعينه. دخل الأنفاق ديال المترو دخلوا موراه، ولكن من ظهره تسد الباب قبل ما يطلعوا. تحرك المترو، قدر صاحبنا يفلت ليهم، ولكن من بعد مسافة قصيرة بدا المترو كيتحرك بواحد السرعة كتخلع. الناس اللي فيه غبروا، من بعد مدة قصيرة لقى راسو في الكهف اللي فيه الساحر، وغيكون جابو لهنا باش يختبر واش يستحق القوة ديالو. الشيباني كان تيبان واكلة بسبب الضربة اللي عطاه القرع. سولو بالي اش كيدير هنا ولا جابو، قال لي جبتك لهنا باش نشوف واش تستحق القوة ديال الساحر اللي غادي يحمي العالم. موراها طلب منه يشد في العصا ويقول شازام. صاحبنا في الأول تردد، ولكن موراها زعم. ما حط يدو على العصا وقال شازام، خرج واحد الدخان وتحول بالي لبطل خارق. مع وقع هادشي مات الساحر، بالي غيب، ومن اللي فاق لقى راسو في المترو. نمشيو لدارهم اللي غيكونوا حماق وبتقلاب عليه، وخوه فريدي كيغسل الماعن طلع عليه من الشرجم. في الاول شافو تخلع وما تاقش راه بالي، ولكن ملي قال لي شي كلمه عارفهم غير هو ويتاكد راه هو، وديك الساعه خرج عنده كيجري يشوف شنو وقع عليه. عاود ليه بالي داكشي اللي وقع وطلب منه يلقى ليه شي حل. فريدي معاه كان مهووس بالابطال الخارقين تبهر، وفي البلاصه بدا كيعاونو يكتشف القوه اللي عنده، وهما كيجربوا القوه ديال البرق دور وجهه ضرب على واحد كيجري شي مره. صاحبنا شافو ما تردد حتى شي لحظه، قصد الشفار جا فيه لاحو، وهنا غنعرفوا بلي بالاضافه للبرق عنده حتى السرعه والقوه.
المرأة من اللي اعتقها فرحات بزاف وباش تشكر عطاتو شي فلوس. صحابنا مع شدو ديك الفلوس طاروا للسوبر مارشي وهما كيشريو شي حاجة دخلوا جوج ديال الشفار. بيري شافهم كيهدو السيدة اللي خدامة تما الدخل يفكها وهما يتيريو فيه. القرطاسة ضربات ورجعات وهنا غنعرفوا بلي الجسم ديالو مضاد للرصاص. والشفارة كيحاولوا يستوعبوا شو واقع جاب حبهم لاحهم وتحركوا فريد ديال الدار. صاحبنا كان خاصو يدخل بلا ما يشوفوه. بدا كيتسلت قدر يفوت الأب والأم اللي كانوا في الصالون ولكن ملي دخل البيت جاب عبار مع أخته الصغيرة. البروشة مع شافته شبكاتها اللغوات. مشى صاحبنا كيجرس لها فمها وبدا كيشرح لها داك الشيء اللي وقع. عاود لها البلان من اللحظة اللي هرب لدوك الجوج حتى لقى راسو مع الشيبان. وهو تيقول لها كيفاش حتى تحول من بعد ما قال كلمة شازام معاه عاود قالها رجع للطبيعة ديالو. وهنا غيفهم باللي معاه تيقولها كيتحول ومعاه كيعاودها كيرجع للطبيعة ديالو. نمشيو عند سيفانا مور ما خدا القوة الشريرة تحرك نيشان للشركة ديال بوه. وهنا غنعرفو بلي بوه مازال حي غير هو تشلل وما بقاش كيوقف. بوه وخوه كانوا حملوا المسؤولية ديال الحادثة اللي وقعات ولاو ديما نابدينو كيتعاملوا معاه خايب وما كاينش النهار اللي ما يسمعوش فيه الهضرة. وهو داخل عندهم الاجتماع بغا خوه يحتقروا كيف ما كيدير ديما هز حبو من قرفاتو لحو من الشرجم وطلق على الاخرين الوحوش ديالو. صفاوها الموظفين كاملين وهو كيوجد باش يصفيها حتى لبوه. قال لي واحد من الوحوش باللي الساحل لقى الخليفة ديالو وخاصهم يمشيو يصفيوها لي قبل ما يكتشف القوة اللي عنده. القرع سمع هادشي خلى واحد من الوحوش يصفيها لبوه وتحرك يقلب على الخليفة ديال الساحر اللي هو بالي. نرجعو عند بالي مور ما فهم القوة ديالو ولا هو فريد كيصوروا فيديوهات ديال القدرات اللي عنده كيلوحوهم في يوتيوب. دوك الفيديوهات بداو كينتشروا صاحبنا شوية بشوية بدا كيتشهر وباش ما يعرفوش الناس الحقيقة ديالو بدا كيحاول يبعد شوية على فريدي. فريدي بطبيعة الحال ما عجبوش هادشي وهو كيتناقر معاه قدام الناس هزوا راسهم بان لهم بيس فرقعات لي الرويضة ويطيح من القنطرة. صاحبنا شاف هادشي طار لتما والطوبيس قاصد الأرض دخل في الوقت المناسب شدو عتق الناس وهو واقف معاهم كيشكروا على التدخل البطولي اللي دار خرج موراه القرع وغيكون هو اللي تسبب في الحادث ديال الطوبيس باش يجيبوه لهنا. سولو شنو بغى منه قال لي القرع غتعطيني القوة ديالك ولا نقتلك. شنو هو نعطيك القوة هاك للفقيرة تما. جا فيه بالي الربح وراس المال ولكن هاد الدقة مدت منه لا حق لا باطل بالعكس غمزت شعلاته عليه. هزوا القرع حتى للسما وطلقوا وصاحبنا طايح قال مع راسو هذه التالية ولكن مع قرب للأرض تهز وهنا غيكتشف بلي تيقدر يطيح. القرع ما غاديش يتزاقل معاه بهذه السهولة وهو كيهضر مع فريدي جا فيه خشاف الأرض هزوا لحف واحد المول وبدا كيدخل ليه هاك شد لقى. بيري شاف راسو ما عندوش فرصة قدامه غفلو تحول الشكل ديالو العادي وتخلط مع الناس وعلق من تما. القرع في هاد اللحظة تلف وهو كيف كان فينا يكون مشى هز راسو في التلفاز ضرب عليه في الأخبار كيهضر مع فريدي. هنا عرف بلي فريدي هو اللي غادي يوصلوا ليه وديك الساعة قصده. في الجهة الأخرى يكون بيلي رجع للدار وخوتو كيشوفوا الأخبار ضربوا على خوهم فريدي كيهضر مع البطل الخارق. هادشي خلاهم يشكوا وهما كيفكروا فين كيعرف فريدي البطل الخارق. قالت لهم أختهم الصغيرة بلي البطل الخارق هو بيلي. خوتو سمعوا هادشي طاروا عنده سولوا واش بالصح. موراه عطاه واحد البحث كان داروا خوه نضيدرات على عائلته. من خلال داك البحث اكتشفوا بلي باه في الحبس أما مو فكتسكن غير في واحد الحي قريب ليهم. صاحبنا سمع هادشي طار يقلب عليها. والديهم اللي مربينهم شافوه خرج تبعوه وخوتو كيفكروا اش غيديروا دخل عليهم القرع لا يكون جابوا فريدي. من بعد مدة قصيرة ديال البحث وصل بالي للعمارة اللي عايشة فيها امه. طلع لعندها دق الباب حلات وبالفعل غطلع هي امه. صاحبنا شافها بغى يطير بالفرحة ولكن الفرحة ديالو ما غاداش تكمل وهو غادي يعنقها وقفاته وهنا غيعرف بلي ما تلفش عليها كيف ما كان كيحساب ليه بل هي تخلت عليه بخاطرها. من بعد هاد البلان فهم صاحبنا بلي عائلته الحقيقية ماشي هي اللي ولداته بل العائلة الحقيقية هي اللي جابته من الملجأ ووفرت ليه اي حاجة محتاجها. وهو خارج من تما الساخر اتصل به فريدي قال ليه القرع في دارهم. صاحبنا سمع هادشي تحول البطل الخارق وطار يعتق خوته. وصل تما لقى القرع واقف عليهم. سولو صاحبنا شنو بغى منه علاش تابعهم قال لي عطيني القوة الخارقة اللي عندك وكنوعدك عمرك تعاود تشوفني. بالي مع خوته محاصرين ما كان عنده حتى شي حل غير انه يوافق. فتح القرع بوابة كتدير الكهف ديال الساحر دخلوا ليه تما خد العصا ديال الساحر وبدا كيوجد باش يخلي بالي يحول ليه القوة ديالو. بالي كان صافي مستسلم خرج القرع كاع الشياطين اللي في الجسم ديالو باش ياخذ القوة ديال بالي ولكن يلا غيحولها ليه شير واحد من خوت بالي على القرع فلقه باش يعجبك القرع فين ما ضربتيه كيسيل دمه. بالي شاف هادشي فهم بلي فاش كيخرجوا الشياطين من الجسم ديال القرع كيولي ضعيف وهو غادي الخوت وغفلوا زرع الحديدة في ظهره هزوا ضربوا مع الحيط وعفات. القرع ما كانش ناوي يتزاقل معاه بقاو هما علاقين هو تابعهم. لقاو شي بيبان قدامهم ولكن من زارهم حتى واحد منهم ما كان تيخرج. اللي فتحوه كيلقاو فيه شي وحش الا مشى حتى شدك غير وده. بقاو تيفكروا في شي حل وحتى قرب يوصل عندهم القرع وهو يفكر بالي في واحد البواط وفي البلاصه انتقلوا ليها. من تما تحركوا نيشان لواحد المهرجان تخلطوا مع الناس. من بعد مده قصيره وصل القرع هيا يقلب على بالي ما لقاهش. هنا بدا كيهاجم الناس باش يخليه يخرج وهو كيتيري فيهم بالليزر خرج ليه بالي شير على القرع بكروشي طاكه وهزوا حتى للسما وخبطوا مع الارض. القرع بطبيعة الحال ما غاديش يستسلم بهذه السهوله. طلق الشياطين ديالو على بالي وخوته وواحد منهم كيسلخ في بالي غيكونوا الاخرين تابعين خوته. من بعد مده قصيره شدهم كاملين وبدا
يقدر القرع عاوتاني كيهدو يعطيه القوه ولا يقتلهم. صاحبنا شاف خوتو بين يديه قرر يستسلم، حط يده على العصا، القرع رجع الشياطين للجسم ديالو وهو مستني يعطيه القوه. تفكر بلي الساحر فاش قال بلي كانوا عنده خوتو عندهم نفس القوه اللي عنده. هنا غفلوا جافي بالعصا لاحو، غوت الخوتو جاو كيجري وحطوا يدهم في العصا، ومعها قالوا شازام، تحولوا كاملين الابطال الخارقين. القرع شاف هادشي تصدم، هاجموا عليه من الوحوش. القرع هجم على بيلي والدعوة غت ترون. خوت بيلي كانوا قوى من الوحوش، ولكن واخا هكاك ما يقدروش يقضوا عليهم، حيت الحل الوحيد هو يحيد بيلي العين الزرقاء اللي عند القرع، وباش يقدر يحيدها خاصو يخرج منه الشيطان اللي بقى وسطو. تلاقى هو في السماء، بقاو دقه فيا دقه فيك. في نفس الوقت غيكونوا خوتو قايمين بالواجب، اي واحد بان لهم في خطر كيطاريو يعتقوه، وفي نفس الوقت محاربين مع الوحوش. هاك شد لقى اجي انت. بيلي شاف راسو ما غيدي من القرع على حق لا باطل، ما حد الشيطان وسطو، بدا كيحاول يخرجوا منه. قال لي بلي هو ضعيف فيهم وبلي ما كيعرف والو، داكشي علاش كامل يخرجوا هو بقى. الشيطان سمع هادشي سخط وهو يخرج من الجسم ديال القرع. شفتي الفوق ها كي دايرين؟ القرع ما خرج منه الشيطان ضعاف وطاح من العماره. نقى الشيطان على بيلي، بيلي هز راسو بلي القرع طايح من تما. قال شازام خلى البرق اللي كيرجعوا لطبيعته ضرب الشيطان، ومع بعدو عليه قالها مره اخرى ونقز من العماره، اعتقد القرع في الوقت المناسب. هزوا من قرفاتو وتحرك به لمدينه الملاهي فين كاين الوحوش كاملين. مع وصل تما حيد القرع العين الشريره اللي حرات الوحوش، وفي البلاصه تحبسوا مره اخرى. هكا قدروا صحابنا يوقفوا القرع، حبسوا كاع الوحوش مره اخرى، وخذوهم للكهف اللي كانوا فيه. من بعد كاع الاحداث اللي وقعوا فهم بيلي بلي عائلته الحقيقيه هي هادي، ولا كيبغيهم بزاف، ومن هاد النار ولا كيتصرف معاهم على اساس هما والديه الحقيقيين. من بعد ايام على هاد الشيء، وفريدي داخل المدرسه غيبان بلي كلشي كيحتقر، وحتى شي واحد ما باغي يجلس معاه، ولكن في هاد النار غيتبدل كلشي. وهو كيفطر دخل بيلي في الهيئه ديال البطل الخارق سلم عليه، وجاب معاه حتى سوبرمان يسلم على اخوه، وغيكون دار هاد الشيء باش يخرجوا من الاحتقار وطالع اللي مطلعين عليه التلام. في الاخير غنشوفوا القرع في الحبس كيرسم رموز في الحيط، وغيبان بلي لقى شي طريقه باش يستعمل السحر مره اخرى، شي اللي كيعني بلي غالبا يكون عندنا جزء ثاني. الى عجبكم هذا وبغيتوا نديروا قولوا لي في التعليق، وحاولوا توصلوا هذا الفيديو ل 20000 لايك، واهم حاجه ما تنساوش سبسكرايب وبارطاجيو مع اصحابكم. هذه انستغرام ديالي، كان معاكم يوسف، تلاقاو في الفيديو الجاي. بيس.